لا تكاد ثوره عربيه في خضم الربيع العربي ان تنجح الا وتاتي الاذرع الايرانيه كحجر عثره امام هذا النجاح فيتحول الحلم بالنصر والخلاص الى كابوس يخيم على الشعوب الثائره اليمن احدى اكثر الامثله الحيه وضوحا للتدخل الايراني وتلاعبه في ملفات المنطقه عن طريق الميليشيات التي غابت عن ادبياتها الابعاد الوطنيه، وصار همها الاول والاخير رسم المشاريع الايرانيه التوسعيه على حساب الجماهير وارادتها. مركز مكافحه الارهاب الامريكي في تقرير له سلط الضوء على دور ميليشيا الحوثي في اليمن منذ بدايه الثوره. وكيفيه تحويلهم المدن المهمه التي سيطروا عليها بعملياتهم الانقلابيه الى مراكز للتدريب على عمليات الاغتيال والتدمير والترهيب والسطو فبعد ثورة 2011 طرد الحوثيون الجيش من صعدة وقمعوا القبائل المعارضة وطوروا ترسانة صواريخ نقلوها من صنعاء إلى صعدة، وفي نهاية 2012 سيطروا على كامل محافظة صعدة وأجزاء كبيرة من محافظات عمران والجوف وحجة. المركز الأمريكي أشار أيضًا إلى دور ميليشيا حزب الله اللبناني باعتباره عراب المشاريع الإيرانية وصاحب خبرة طويلة الأمد بهذا الخصوص، فتولى مهمة تدريب عناصر الحوثيين في صعدة بينما تولى هذه المهمة في صنعاء الحرس الثوري الإيراني. ولا يقتصر التدريب على العمليات القتالية فحسب، بل بث الفكر الطائفي وتنميته في عقول المقاتلين الذين في صفوفهم نسبة كبيرة من المراهقين والشباب. ويوضح التقرير الامريكي ان الدعم الايراني لميليشيا الحوثي بدأ بالتعاظم بعد عام 2014، حيث قامت بتزويدها بعدد من الطيارين وارسلت خبراء في مجال التسليح تمكنوا من انشاء معامل صناعة عسكرية لدعم الجهد الحربي. أكثر من سبع سنوات على انطلاق الثورة اليمنية ولا تزال الميليشيات بمشاريعها العابرة للحدود تمثل أكبر عقبة سياسية وعسكرية واجتماعية وإنسانية في طريق تحقيق أهداف الشعب اليمني التي نشدها حين أطلق أولى هتافات الحرية.